دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدهلية. هنقابل هناك الدكتور أحمد عطية. هذا الرجل عمره 77 سنة وأفنى حياته في خدمة المزارعين، ولذا يستحق التكريم. خلي بال حضراتكم هنتعلم منه في هذا اللقاء أفضل الطرق لزراعة الأرز في المياه. خليكم معنا. في كل قرى مصر دايما بنقابل مهندسين زراعيين مخلصين لأقصى درجة لبلدنا، بيشتغلوا بإخلاص وتفاني وحب، وبيساعدوا المزارعين وبيعلموهم وبينشروا الوعي بالممارسات الزراعية السليمة، وحلمهم تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الزراعية وزيادة المعروض من اللحوم والألبان في السوق المحلي. الجدع اللي قدام حضراتكم ده اسمه الدكتور أحمد عطية، وهو باحث متفرغ في الإنتاج الحيواني وحاصل على الدكتوراه في تغذية الحيوان، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة سنة 1969، وسابقاً شغل منصب مدير عام الإنتاج الحيواني والشؤون الاقتصادية بمديرية الزراعة في محافظة الدقهلية. الدكتور أحمد عطية عمره 77 سنة، ورغم كده متواجد بصفة دايمة في قرية اسمها المقاطعة بمركز السنبلاوين في الدقهلية عشان يعلم المزارعين ويساعدهم، ونفذ معاهم تجارب هائلة. هو ما اخترعش نظم زراعية جديدة، لكن بيبسط ليهم كل الأبحاث اللي بيطلع عليها وبيساعدهم في تطبيقها بأبسط الطرق لخفض تكلفة الإنتاج الزراعي. وفعلا نجح في أنه يعلم المزارعين طريقة زراعة الأرز على المسطحات المائية، يعني بدون تربة فوق الأحواض السمكية والترع والبحيرات لأول مرة، وإزاي يستخدموا كرش الحيوانات المذبوحة بعد تخميرها في التسميد، وإزاي يحملوا محصول الشعير على البرسيم لرفع نسبة البروتين في المحصول العلفي، وغيرها من الأبحاث الزراعية الممتازة. فعلا قابلنا الدكتور أحمد عطية في قرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. تعالوا نتعرف على مجموعة شيقة جدا من الأبحاث الزراعية اللي بيعلمها للمزارعين. خلي بال حضراتكم هذا الرجل يستحق التكريم. خلينا نبدأ من الأبحاث اللي حضرتك اديتها لنا. أنا حطيتها هنا قدامنا عشان خاطر حضراتكم تبقوا شايفين احنا بنعمل ايه. أول بحث بيقول تكنولوجيا جديدة في مصر لاستزراع الأرز على سطح الماء في المزارع السمكية والبحيرات. انت حضرتك شايف ان احنا نقدر كل مزارع السمك اللي في مصر اللي فيها مياه شروب أو مياه حلوة بنربي فيها الأسماك العذبة اللي هي البولتي والمبروك، نقدر نغطي أجزاء كبيرة منها بالرز. يعني أجيب رز وأزرعه على سطح الماء؟ هو في البداية إحنا طبعا بنبص لأن مصر هي دي التجربة اللي قدامنا هي. هي مصر معرضة في الفقر المائي زي ما إحنا عارفين. حاجة تانية في تهديدات لنا، في محددات عشان إحنا نستخدم كميات الرز اللي تكفي، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين استهلاكنا من الرز في حدود 3.7 مليون طن. الرز من المحاصيل الشرهة للمياه، بتاخد كميات مياه كبيرة. فاحنا فكرنا ايه التكنولوجيات اللي ما هي موجودة على مستوى العالم اللي تحللنا هذه الأزمة. فلقينا طبعا الصين سبقتنا في الموضوع ده، فبدأنا نشوف التجربة الصينية وبدأنا نعمل تكنولوجي ترانسفير، يعني نقل للتكنولوجيا. وجدنا ان المية الموجودة في المقاطعة دي مية عذبة اللي هي بتبقى حوالي 250 أو 300 بي بي أم، يعني ميلي جرام في اللتر أو جزء في المليون. فهناك 1700 الرز بيتحمل الملوحة. فبدأنا نعمل التجربة ديت من خلال أن احنا طبعا جبنا
الفوم وبدأنا نخرمه بمسافات معينة، وشفنا طريقة الزراعة على المسافات اللي هم بيتبعوها في الصين، وبدأنا نطبق نفس الكلام بدأنا نطبقه. وبدأ جينا خدنا شتلات من المقاطعة، وعن طريق بعض الناس اللي ساعدونا هنا بدأنا ان احنا نشتل وننقل الكلام ده كله لبحيرة للمزرعة السمكية هي 20 فدان اللي هي موجودة في ألبشو وزيان، وأيضا زرعناه في الحوض اللي احنا شايفينه ده، الحوض ده عشان نشوف المقارنة. وبدأنا ان احنا الشتلة جوه الشتلة السيس صغير بلاستيك صح كده مفتوح، بنحط بيئة اللي هي زي تربة، خدت بال حضرتك التربة ديت بتبقى احنا بنحط لها إضافات حيوية من المحتويات الكرش الحيوان كسيماد بعد معالجتها طبعا. بعد ما عملنا لها عملية التخمر والحاجات دي كلها وبعدين نقلناها وبنتعامل معاها بقى، خدت بال حضرتك بالرش وبنرشش يعني مواد كيماوية، بنرش حاجة اسمها الليمين ريكر سائل كرش اللي هو فيه المغذيات، وبنستكمل العناصر اللي باقية الزنك والكالسيوم والبتاع والعناصر الصغرى زي الاحتياجات بتاعة محصول الرز طبقا للتقارير بتاعة وزارة الزراعة. السمك نتيجة للتغذية بتاعته فالعملية الميتابوليزم بتاعه أو تمثيل بتاع الأكل اللي بيأكله فبيطلع أمونيا، دي المخرجات بتاعته. الأمونيا في المية بتروح بتتحول إلى نترات، النترات دي بتعتبر كسماد للرز، فهي اسمه احنا بنسميه تبادل منفعة. والكلام ده ناجح تماما في الصين. في الصين طبعا وصلوا إلى الإنتاجية يعني يمكن أكتر مننا شوية، خدت بال حضرتك وصلوا 4 طن وشوية. 4 طن في الفدان؟ 4 طن يعني 4 طن و200 4 طن و300. احنا أقصى حاجة وصلنا لها في التجربة بتاعت حضرتك؟ احنا وصلنا إلى 3.8 في المية العذبة اللي هي 255 أو 300 جزء في المليون. تمام. ووصلنا في المياه الشروب إلى 3.5 طن اللي هي 1600-1700 جزء في المليون، اللي هي 1700 جزء في المليون. خلينا ندخل بقى في موضوع الكرش ده، كرش الحيوان. لما بنذبح أي حيوان الكرش بقى فيه غذاء أو أعلاف الحيوان واكلها أو فيها هضم، يعني أعلاف مهضومة صح ولا لا؟ أيوه. حضرتك بتقول لنا ده كنز كبير جدا ومليان كائنات حية ممكن تفيدنا، وحضرتك فعلا أفدت بيه المزارعين، حولته لمخصب صح ولا لا؟ أيوه. حكي لنا حكاية كرش الحيوانات في مصر. هو احنا في البداية خدت بال حضرتك باطلاعنا على الأبحاث اللي هي العالمية وجدنا ان بره في الخارج بيستخدموا المحتويات بتاعة كرش الحيوانات دي بيستخدموها في أغراض كتيرة جدا. طبعا احنا الحيوان بيتغذى على الأعلاف، فساعة احنا ما بنتبع الحيوان في المجازر أو في القرى فبيبقى موجود في كرش الحيوان 4 مواد، موجود في الأكل اللي كله الحيوان لسه ما تضمش، وموجود في عملية الأكل المكونات اللي اتهضمت في الحيوان، وهي المكونات ديت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيوفر كل احتياجات حيوان من فيتامينات لأحماض أمينية لكل المواد اللي محتاجة الحيوان. الحاجة التانية بيبقى فيها سائل، التالتة بيبقى فيها سائل الكرش. الحاجة الرابعة بيبقى فيها كائنات حية دقيقة هي اللي بتقوم بدور التخمر دي. وعشان نبين حجم هذه الكائنات ودين دي معجزة إلهية اللي بتعمل التخمرات دي كلها، السنتيمتر المكعب الواحد أو الجرام الواحد خدت بالك فيه حضرتك ما يقارب من 100 مليار بكتيريا وبروتوزوا. فطبعا إحنا لما شفنا، طبعا أنا درست فيسيولوجيا الكرش والحاجات دي كلها درسناها دراسة وطلعت على أبحاث عالمية وطلعت على الحاجات دي كلها، فقلنا ليه إحنا بنعمل، إحنا يعني دورنا بنعمل تكنولوجي ترانسفير ما بنخترعش بس ونعلمها للناس، بس بننقلها في الواقع على للمزارعين عشان يستفيدوا منها. فبالتالي بدأنا ان احنا ناخد هذه المنتجات سواء من المجازر او سواء من الدبح اللي بيحصل في القرى. تمام. احنا بنحط اضافات كمان اللي هي الاضافات اللي احنا بنحطها الغرض منها ان احنا نوفر البيئة لعملية الفيرمنتيشن تخمرات تحصل. فاحنا بنحط الملاس وبنحط مادة كربوهيدراتية عشان تمص له الرطوبة الزيادة زي مثلا الدقيق أو الذرة أو الرجيعة أو النخالة. وبنحط فيتامينات وأملاح معدنية عشان نشجع الكائنات الحية الدقيقة، وبنحط بعض البكتيريا اللي هي بتكون لحمض لاكتيك. بنكمرها قد إيه بقى؟ بنسيبها على حسب درجة حرارة الغرفة، ففي الصيف ممكن 3 أسابيع، لو وصلت البي اتش بتاعها اللي هي درجة الحموضة والقلوية ل 3.8 أو 4 يبقى أنا تأكدت أني تكون حمض لاكتيك اللي هو يحفظ لي كمادة حافظة
من الفساد اللي هو عملية التعفن. طب ده لما نستخدمه كغذاء الحيوانات إيه اللي بيحصل؟ لما بستخدمه لغذاء الحيوانات إحنا عملنا فيديوهات كتير جدا وجدنا إن الحيوانات بتقبل عليه إقبال شديد جدا. ليه؟ عشان الطعم بتاعه المتخمر وعشان القيمة الغذائية اللي فيه. معامل التحويل بتاعه ده هو معامل التحويل ما بيبقاش للمادة ديت، معامل التحويل بيبقى للعلفة كلها، لأن إحنا يعني أنا عندي بالنسبة للدواجن خدت بالك بيبقى حوالي 1.6 1.8 كيلو علف لكيلو نمو. بالنسبة للحيوانات حسب برضو إيه ده، اللبن أو لحم أو نمو أو حاجة زي كده، بس بيتحسن من معامل النمو وبتحسن من معامل التحويل وإدرار اللبن وكل حاجة. الحاجة التانية إنها مادة رخيصة اللي هي دي يا دكتور، صح؟ اللي هي البيوفيد دي. أيوة اللي هي البيوفيد دي. بالنسبة للدواجن أنا بحطها بنسبة إذا كانت جافة بنسبة 10-15%. بالنسبة إذا كانت رطبة 25%. بالنسبة للأرانب بتزيد شوية بقى، لأن الأرانب لها جهاز هضمي يستفيد من الألياف، فبتوصل ل 35 وأحيانا 40%. بالمناسبة الدكتور أحمد عطية الباحث المتفرغ في الإنتاج الحيواني اللي وهب حياته لخدمة المزارعين بيساعده بقوة وبإيمان كامل وحب. الدكتور محمد نصر الدين هلالي أستاذ فسيولوجيا النبات بجامعة المنصورة، وهو قيمة وقامة علمية كبيرة في محافظة الدقهلية، وكل المزارعين بيحبوه، والاتنين عمرهم ما بيبخلوا بعلمهم على المزارعين وبيقدموا خبرتهم عن طيب خاطر للجميع. طيب دكتور أحمد، احنا كده اتكلمنا عن استزراع الأرز على سطح الماء، واتكلمنا عن الكرش، ودي أبحاث حضرتك بتكلم عنها كويس جدا. عندنا كمان بحث كلمتنا عنه وطبقته هنا، هجين الذرة الريانة. ده هجين مصري من مركز بحوث سخا، ولكن ما خدش حظه لغاية النهاردة رغم خطورته وأهميته لمصر. أهميته إيه؟ كنا في الأول بنركز على إن عندنا البرسيم في فصل الشتاء فبيغطينا الاحتياجات الغذائية بتاع الحيوانات. صحيح. الصيف كان عندنا يعني شبه عدم وجود أعلاف، بنحاول ندور على نباتات علفية زي البونيكام وغيره، بنستخدم قش الرز ونستخدم الحاجات دي كلها. فإحنا فوجئنا لقينا في طبعا في الأستاذ الدكتور محمود بنداري في سخة عرض سيمينار عن هذا الموضوع. قدرنا نجيب كيلو وزعناه على المزارعين هنا من الذرة الريانة. من الذرة الريانة. دي ذرة بيضاء ولا صفرة؟ هجين الريانة. هجين الريانة. هجين الريانة. فوجئنا أبيض ولا أصفر؟ بين الأبيض والأصفر. تمام. مواصفاته إيه يعني؟ مواصفاته هو أولا إنتاجيته عالية جدا، الفدان بيوصل حوالي 60-70 طن. ده علف أخضر، خدت بال حضرتك إزاي؟ ده ضعف أي حاجة موجودة في مصر. ده حضرتك يعتبر، أنا بعتبره شخصيا ثورة في مجال الأعلاف الصيفية، لأن هو خدت بال حضرتك بيدينا الإنتاجية دي من خلال إيه؟ من خلال النهاردة الحباية الواحدة بتطلع 4 نباتات أو 5 نباتات. حباية التقاوي؟ حباية التقاوي الواحدة تفرع؟ بتفرع من تحت 4 أو 5 عيدان. العود الواحد في الشامي طوله 2.5 متر تقريبا، هو طوله 4.80 متر يعني 5 متر. الحاجة التانية خدت بال حضرتك ان العود الاربع عيدان العود الواحد بيجيب 8 كيزان، الكيزان بتاعته صغيرة شوية يعني 36 كوز. من حباية 36؟ من حباية واحدة. حجم الكوز قد ايه؟ التفصيل حجم الكوز صغير، حجم الكوز يعتبر ربع الكوز الشامي. ماشي، بس احنا بنتكلم في 36 كوز. الوقت ده وزنهم قد ايه دول؟ هو ده حضرتك اسمه سخة واحد. انا لما زرتهم بعدين بتكلم معاهم قالوا احنا بنحاول السنة دي نطلع سخة 2 وسخة 3 ان احنا نهجن عشان نكبر الكوز. المخاليط العلفية حضرتك، ادي البرسيم وادي الشعير، بتقول لنا ان احنا لو حطينا برسيم مع الشعير احنا بنرفع نسبة القيمة لهذا العلف، صح كده؟ اشرح لنا الموضوع بالراحة. أنا بقول إن الوقت ده محصول بقولي وده محصول نجيلي، فالنهاردة بيبقى فيه اتزان. اتزان يعني إيه؟ يعني الحيوان ياخد احتياجاته من المواد اللي هي بنعتبرها طاقة تديله طاقة، وفي نفس الوقت ياخد احتياجاته من البروتين. البرسيم لوحده عنده فيه نقص كبير جدا في الطاقة، فبالتالي بيتعوض. الحاجة التانية الفلاح عارف ان الحشة الاولى ديت خدت بالك عايز يتخلص منها ويرميها لان فيها كمية مية كتيرة جدا، فالشعير بيحمي البرسيم حتى بيدفي البرسيم في الشتاء. الحاجة التانية بيفيد المنتج ده كله، بيقلل لي
خدت بال حضرتك استخدام العلف من يعني انا بدي الحيوان مثلا بحدود 50 كيلو البقره والجاموسه ممكن اديها 25 كيلو بس من السيلاج وتدي لي نفس الانتاجيه، فبالتالي بنوفر في الاعلاف الخضراء اللي احنا في حاجه لها، ممكن اعمله بعد كده سيلاج او ممكن اعمله دريس. عملت اللي عليكوا زياده وعامل مجهود كبير جدا، ومحبينك ومتابعينك كتير جدا، واضح جدا من وجودنا هنا في قريه المقاطعه مركز السنبلاوين في محافظه الدقهليه. انت عايز ايه؟ محتاج ايه؟ نساعدك ازاي؟ والله انا بتمنى ان احنا يعني بالنسبه للي شاغلنا كله اللي هو موضوع الرز ده، يا ريت احنا نتعاون، لان انا اشتغلت في بحيره المنزله مشروع زراعه الاسماك مع شباب الخريجين، مشروع كبير جدا كانت مدير المشروع كانت الدوله دعماه، وانا بعتقد ان النهارده المساحات اكتر من 150 الف فدان في بحيره المنزله، ولو شفنا البحيرات التانية، فبالتالي احنا النهارده محتاجين فعلا نطبق الشغل ده، محتاجين لان ده محصول قومي استراتيجي في مصر، الرز ياتي بعد محصول القمح. صحيح. واحنا لو وصلنا للي احنا عملناه ده هنصدر الرز الخارجي. الدكتور احمد عطيه مذهل حرفيا، 77 سنه ولسه بيجري ويتحرك ويعلم المزارعين وبيعيد ويزيد وعمره ما بيزهق او يتعصب، وبيشرح بصبر عجيب فعلا، وملوش طلبات غير اننا نساعده عشان يكمل رسالته. بجد ربنا يديله الصحه.